أكد وفد مجلس الشورى ضمن مشاركته في حفل إطلاق إعلان مملكة البحرين والإعلان الرسمي عن تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، والذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أكد الوفد الدورة الذي سيطلع به المركز في تعزيز الحوار بين الشعوب كمبدأ للتواصل الإنساني، بما يسهم في الحد من الصراعات ذات الأساس الطائفي والقضاء على التطرف بشتى أنواعه. وللحديث بشكل أكبر حول مشاركة مجلس الشورى في هذا الحدث المهم، معنا سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور. طبعا يعني كيف تنظرون لأبعاد مبادرة جلالة الملك المفدى لإنشاء مركز للحوار بين الأديان والتعايش السلمي؟ طبعا هذا الحدث كان حدث مهم وضخم، ويؤكد للعالم أجمع ما تحظى به البحرين من قيم التسامح والتعايش والتآلف المجتمعي والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات في وشرائح، من أهمية خاصة في فكر جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه، خاصة أن مملكة البحرين تمثل على مر تاريخها نموذج فريد من التنوع الثقافي والديني والتعددية، وإحنا طبعا فخورين بأن تحتضن أرض مملكة البحرين هذا المركز العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، عشان يستفيد الجميع من التجربة الفريدة لمملكة البحرين. إحنا طبعا مجلس الشورى داعمين لكل الجهود اللي تبرز الوجه الحضاري مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، ومشاركتنا جاءت التوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى عشان يتماشى مع دورنا احنا كمشرعين تجاه الوطن وشعب البحرين، ونأكد طبعا ان هذا الحدث كان فعلا انجاز اضافي لمملكة البحرين. نعم سعادة الأستاذة جميلة، يعني من خلال مشاركتكم في هذا الحدث، يعني كيف هي أصداء الإعلان عن المركز؟ كيف وجدتم هذه الأصداء؟ طبعا هذا الحدث حضرك يعني كثير من الشخصيات، من كبار الشخصيات الدينية واجتماعية وإعلامية، كان حدث يعني ضخم بمعنى الكلمة، ولاقى إعجاب يعني من قطع النظير، وسلط الضوء على ما تميز فيه البحرين من حرية دينية وسلم وتعايش أهلي، وفعلا يعني أجمع الحضور بأن البحرين مؤهلة لتكون نموذج على الصعيد يعني كفالة واحترام حقوق الأفراد والحريات الأساسية والدينية، وكلهم يتطلعون بأن إلى تدشين طبعا هذا المركز في نوفمبر إن شاء الله المقبل، وخصوصا أن إحنا يعني المنطقة والعالم يعيش صراعات كبيرة يعني التطرف ودعوات طائفية وعرقية تأجج الفتنة وتشعل الحروب، وكان هذه المبادرة من جلالة الملك يعني من شأنها أنها تحد من التعصب الطائفية والتطرف، فكان يعني الحضور يعني فعلا يعني أشادوا بهذه التجربة، وطبعا أكدوا على أن البحرين بما تحتويه من هذا التنوع والتعددية أن هي مؤهلة تحتضن هذا المركز العالمي. نعم سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا.